قوس وعبر في مولد خير البشر، كان هذا هو شعار مهرجان مولدية البغاس. 3 أيام أطربت خلالها أصوات مغربية وأجنبية الجمهور الطنجاوي في جو روحاني راقي. كنقترح عليكم إذا تعيشوا بعض لحظات المهرجان في هذه الصور والشهادات. الله 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 اليوم حصة ديال النخبة الوطنية المادحين والمسمعين، وهي كتضم نخبة من خيرة المادحين ومن أقطاب السماع في المغرب، ويمثلون جميع المدن المغربية، وكيترأسنا العميد السماع في المغرب الأستاذ علي الرباحي. الجمهور المغربي تربى على هذا النوع، هذا التعلق ديالو بما هو ديني، الفنون اللي عندها مرجعية دينية. الحمد لله المغرب غزير بالزوايا والتكايا، واللي تعتبر معاقل هذا الفن. كذلك الجمهور المغربي كيعجبو ما هو جميل وهو ممتع، والاشعار ديال اهل الله وديال القوم، وكذلك الالحان اللي عندها قرون فاش تلحنت وما زال الان تنبوض وما زال الان تتجدد. يا رجال الله فضل الله علينا كبير، سيدي ربي قوى قول لي ماذا قمح بده قلبه ما يتخشع، واللي ما سقى من سقوطه ليس فيها يا طمع. طنجة فيها واحد العدد ديال المهرجانات، كل مهرجان يختلف على آخر، كل مهرجان مختص في واحد النوع من الفن ما عدا السماع والمديح. لاحظنا بانه الناس ديال المدينه كيحبوا هذا النوع ديال الفن، كيبغيوه، كيحماقوا عليه، لكن ما كاينش شي حاجه اللي يمكن تستوعب عدد كبير من الناس اللي كيحبوا هذا النوع ديال الفن الراقي. دونك المهرجان هو مفتوح اولا للمحلي ثم الجهوي ثم الوطني، والمشاركه الدوليه اعطت او اضفت لهذا المهرجان صبغه وطابع اخر. فاديرك سما نحب واهوى المهرجان هو مولديات، ولا شك ان مادته الفنيه ستكون مرتبطه اساسا بهذه التيمه، اي تيمه المولد. اذا المديح النبوي حاضر بقوه، وكذلك السماع الصوفي في اشكاله المتعدده، سواء السماع الممارس في الزاويه المغربيه او السماع الممارس في كل الدول الاسلاميه، او الموسيقى الروحيه بشكل عام كما تمارس في العالم. اهلا وسهلا رابيع الاوان، قد جئت بالفرح والسرور. احنا في الدواوين المستعمله اللي كتستعملوها كلها تضم مجموعه من الشعراء المتصوفة،
مثل سيدي محمد الحراق، مثل ابن الفارض، مثل الشوشاري، مثل ابو مدين الغوط، ومثل سيدي علي وافا، مثل سيدي عمر اليافي، مثل الامام العيدروس، وبعضهم الذي نسب للمشرق ولكن هو في الاصل المغربي من سرهجة، هو الامام البوصيري الذي ابدع في مجال المديح، ولا سيما في ملحمتيه البرده والهمزيه. وهذا جعلنا نجتهد في المدح والغزال كذلك. يا غزال يلا رقيب يا صوصان يلا رقيب يا الفكرة جاءت بمناسبة يعني الذكرى الخمسينية للمهاجرين المغاربة والأتراك في بلجيكا. فنحن متخصصين في الموسيقى الصوفية والموسيقى الأندلسية، أقول المغاربية والمغربية كذلك. Normalement la musique que je fais moi c'est de la musique traditionnelle. La musique de mariage, des fêtes, ça a été une première expérience pour nous. Je pense que ils ont été fiers de nous et nous aussi on a été fiers de nous aussi. Allah, Allah. من بين ضيوف هذه الدورة النجم ماهر زين، فنان لبناني مقيم في السويد، بعد نجاح كبير القاه في الأغنية الغربية ومشاركته مع نجوم كبار، قرر أنه يتفرغ للأغنية الدينية الملتزمة والهادفة. تلقينا هنا في طنجة بمناسبة مشاركته في مولديات البوغاز. ماهر زين مرحبا بك في طنجة. يعني شكرا. اول سؤال، ملي استقبلتي الاستضافة ديال مهرجان مولديات البوغاز، شنو كان رد فعلك؟ شنو اللي قنعك انك تجي للمهرجان؟ هو اصلا يعني انا يعني مستنيين لحظة ان اجي انا على طنجة. انا طنجة عزيز علي كثير، المغرب عزيز علي كثير، انا زوجتي مغربية طنجوية، وانا مبسوط كثير ان شاء الله حيكون في عائلة من عائلتنا يعني موجودين في الحفلة، و يعني I'm looking forward to it إن شاء الله. يعني أنت اخترت واحد اللون غنائي فريد من نوعه، عنده صدى كبير عند الشباب. كنت اشتغلتي في إيقاعات الغربية، في الأخر قررتي أنك تتجه لواحد الأغنية يعني الهادفة الدينية الملتزمة. نعم. علاش كان هذا التحول في مسيرتك؟ أنا كنت غير ملتزم تقريبا من 5 سنين، كان عمري 27 سنة الحمد لله التزمت. وبس حبيت يعني استخدم الموهبة اللي الله سبحانه وتعالى عطيني اياها للشيء الخير يعني بس. وشفت كمان انه يعني مثلا انا كشاب شاب عشت في السويد، عشت في الغرب، بحب اسمع الموسيقى وبعرف الشباب بحبوا يسمعوا الموسيقى. حبينا ان يعني نحاول نعطيهم بديل برسالة جيدة يعني ايجابية، وهو هذا التشجيع يعني اللي كان. وفي ناس كثير حوالي كمان شجعوني انه اعمل الموضوع. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صنف أغانيك يعني في خانة الأغنية الهادفة، شنو كتعني الأغنية الهادفة بالنسبة لك؟ يا
يعني أغنية الهادفة هي بس فقط إنه يكون رسالة فيها كلام كيف بدي لك، يعني كلام جميل، كلام مثلا في رسالة، كلام بالإنجليزي بيقولوا inspirational، مش عارف بالعربي شو اسم الكلمة، كلام يعني يحرك لك مشاعرك، كلام يذكرك مثلا بربنا سبحانه وتعالى، كلام يذكرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلام مش فقط يعني مش بس عن يعني شيء دايركت إسلامي ديني، يعني مثلا اجتماعي عن الأم، عن الحب، عن الموت، كله بس بطريقة هادفة بس. حاليا الإسلام عنده واحد صورة يعني شوية سيئة، واحد أفكار مسبقة، كليشيهات حول الدين الإسلامي. شنو دورك كفنان لتصحيح هذه الصورة؟ أنا دوري كفنان، دوري كشخص كمان مسلم، مسؤولية كبيرة عليه وعلى المسلمين كله يعني في العالم. نحن صورة الإسلام بس، وعطول لازم من أجل الأخلاق الحلوة، مثل ما أسلم يعني الإسلام بتعلم، يعني مثل ما تعلمنا من الإسلام كيف نكون كشخص. أنا بالنسبة لي كموسيقي ممكن مثلا خلال الموسيقى، خلال الغناء، أدي الرسالة ووصل رسالة للناس وأعطيهم صورة جميلة عن الإسلام مثل ما الإسلام هي جميلة. يعني كلمة أخيرة للجمهور المغربي، تفضل. جمهور المغربي أنا بحبكم في بالذف. ضيفنا في هذه الحلقة هو هرم من أهرام الأغنية العربية، يحصل على عدة جوائز وكيتميز بشعبية كبرى في العالم العربي. المغرب ما كيخرجش من هذه القاعدة، بحيث أنه كيحظى بإعجاب كبير من طرف الجمهور المغربي. ضيفنا جاء من تونس الخضراء، هو الفنان لطفي بوشناق. مرحبا بك في برنامج دوزي ماغ وفي المغرب. تحية حب صادقة من القلب لك ولكافة السادة المشاهدين وكافة السادة اللي تابعوا فينا على قناة الدوزام أينما كانوا، تحية حب صادقة من القلب. لطفي، بينك وبين الجمهور المغربي علاقة وطيدة، كترجع لعدة سنين شاركتي في مجموعة من المهرجانات، كان أخرها مولديات البغاز في طنجة. شنو رأيك في الجمهور المغربي؟ واش هو جمهور ذواق؟ أخواننا المغاربة، اللهم صل وسلم عليك سيدي رسول الله، ناس تفهم في الفن وتسمع وسميع كما في تونس وكما في العالم العربي موجود، والحمد لله الأذن العربية ما زالت موجودة والناس اللي تتذوق الفن ما زالت موجودين، رغم التيارات ورغم يعني الموجات، ولكن ديما نقول لا يصح إلا الصحيح وما يبقى في الواد إلا حجره. علاقتي بجمهوري في المغرب وعلاقتي بجمهوري في العالم العربي من المحيط إلى الخليج علاقة حب وعلاقة صدق وعلاقة فن، حب وصدق وفن وتواصل، تربطني علاقة كبيرة جدا بالجمهور المغربي، وكل ما يقع استدعائي للمغرب، وهذا يتأكد أخي منصف من مديري المهرجانات، أني لا أضع قيدا ولا شرط
يكفي أني باش نجي نقابل جمهوري اللي يحبني ونحس بيني وبينه علاقة حب صادقة، وإن شاء الله ربي يدوم المحبة والعشرة، وإن شاء الله أبقى دائما في مستوى هذا الحب ومستوى هذه الثقة. وفقنا الله جميعا في خدمة الفن وخدمة الإنسان والإنسانية وخدمة الثقافة إن شاء الله. سحر الكون يشاور لي على الحرمان، وانا انسان يا ربي انا انسان. خلال مسيرة طويلة بدأتي في انواع مختلفة من الغناء والانشاد، وكتميز بقوة في الاداء وقدرة كبيرة على الارتجال، شنو هو سرك؟ أعتقد أنني اليوم بدأت، وأعتقد أنني تلميذ وسأظل تلميذ إلى آخر لحظة في حياتي، ومثل ما يقول المثل المصري يموت المعلم وما يتعلم. عندما أقارن نفسي بالعمالقة الذين سجلوا تاريخ هذه الموسيقى، التاريخ الموسيقى العربية والعالمية، أشعر بنفسي وأنني اليوم بدأت ولم أقدم شيئا، وأتمنى أن بعد أسعى لأن أعيش بعد موتي من خلال أعمالي إذا كانت تستحق أن تبقى في الذاكرة، وأتمنى أن أضيف ولو ذرة بسيطة في هرم هذا التاريخ الموسيقي العربي والعالمي، إن شاء الله عالمي إن شاء الله يا رب، هذا ما أتمنى. ولكن السر كما قلت لك أني اليوم بدأت وتلميذ مجتهد، وعمري ما قلت أنا معلم، العفو ديما نتعلم، وهذا هو السر. مسيرتك يعني كانت لحظات قوية كثيرة، ولكن كل حفل بلحظة القوية. واسأل إخواني الموسيقيين اللي صاحبوني، كل حفلة وكأنني أعتلي المسرح لأول مرة، وعمال نكبر في العمر، وعمال اسمي يكبر، عمال من مسؤولية تزيد، وعمال ما لأنك بش عمال تطلع، عمال الناس تضعهم في وضعية يعني ما هيش مريحة أنهم ينظروا لك هكذا، وأنت تطلع يعني وهم عمال إذا كان ما تقولش حاجة مهمة فلا يقبل أن هذه الوضعية وينظر إليك وأنت عاليا، لا ينزل رأسه ويمشي. قدر ما تطلع بقدر ما تكون حريص باش تخليه يستحمل هذه الوضعية وهو ينظر إليك في 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 يعني عاليا، فلا بد أن تقول شيئا مهما وتحافظ ويعني تستحق هذه الوضعية، ولا ما يخليك وتمشي. ومسؤولية، وتشعر الفن مسؤولية، وأنا أقولها بكل صراحة وبكل صدق. الفنان الناس يقولوا كالسياسي، أنا أقول أكثر من السياسي، السياسي يعبر السبيل ويمشي، ولكن العمل الفني هو الذي يبقى في الذاكرة. لو نسأل السادة المشاهدين من كان يحكم أيام بيتهوفن، ولا من كان يحكم أيام سيد درويش، ولا من كان يحكم أيام مش عارف من، مش مهم ما يعرفوش، لكن السيد بقى، الفنان بقى. وأنا ديما أقول في لقاءاتي من أهم الأشياء ما نكونش قطعي التي تبقت في يد العرب لإثبات الهوية وتبليغ الرسالة وتلميع الصورة ودعم الاقتصاد هي الثقافة. الثقافة لقيت الفتنة حصادي كيان عايش بوجدانه، لقيت الفتنة حصادي كيان عايش بوجدان، وخفت الشوق يسهيلي يلاقي في قلبي أوطان. بالإضافة لإبداعك في الموسيقى، كانت عندك تجربة سينمائية، شفناك في الصندوق العجب، لابوات ماجيك، كيفاش دازت هالتجربة؟ واش عندك مشاريع في الفن السابع، مشاريع أخرى؟ مانيش ممثل،
إنما دائما أقول أن يدي مفتوحة دائما لأي تجربة، شرط أن لا أكون متطفلا عليها ولا أن تكون هي متطفلة علي، أن أضيف لها وأن تضيف لي. تجربة بتاع الفيلم وعملت قبل في المسرح زادة، ولكن أنا بالأساس أنا فنان، وإن شاء الله أحمل هذه الكلمة عن جدارة، كلمة فنان كلمة كبيرة، إن شاء الله أحمل هذا الفنان مغني يعني وملحن، إن شاء الله أحملها عن جدارة وأكون جدير بها. ولكن التجارب الأخرى هي مجرد تجارب، ربما تقف عند تجربة أو اثنين، ربما تتواصل. وإذا كان حس في أي عمل يتقدم لي في المسرح ولا في السينما نحس أني باش نضيف فيه، ونحس روحي فيه، ونحس روحي مانيش متطفل عليه، أهلا وسهلا. إيش قاعد تعمل استنساد؟ إيش هنا إيش؟ تعرف اليوم سيدك المدة متعدى بالذمة على خاطرك؟ الله الله، ما شاء الله على أولاد العائلات. ها إيش عندك ما تقول سيدي؟ سامحني باب، توحشت خالي، خرجت سلم عليه. قول هربت من الكتاب، طرت رجليك أعلى من راسك، خلي كلام ربي تتبع لي فك الهامل. تعرف شو يقول فيكم المولى عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. تعرفها الآية هذه ولا ما تعرفهاش؟ ليه نعرفها؟ تولي تعرفها. لطفي، كفنان وكمواطن عندك اهتمام كبير بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بطبيعة الحال كتتبع التحولات اللي كيعرفها العالم العربي واللي انطلقت يعني شرارتها كما كنعرفوا في تونس. كيفاش كتشوف حاضر تونس ومستقبلها، خصوصا بعد تصويت على الدستور الجديد لتونس؟ انا نحب نقول لك يعني هذه الثورة حصلت، وعلينا ان نتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه امام الله وامام التاريخ. والتاريخ الأمم لا يقاس بسنة وسنتين وثلاث سنوات، والثورات لا تقاس بسنة وسنتين وثلاث سنوات. ثورة فرنسا 200 سنة، هذا مولود جديد، مولود جديد نخلي له فرصة. عمره المولود ما نزل من بطن أمه ويتكلم ويمشي ويعرف واحدة واحدة. ما كنا نتحمل مسؤولياتنا، والكنا يزمنا نقوم بدورنا كما ينبغي. وثقتي كبيرة في شعبي التونسي وبرجاله وبنساه وبشبابه، ووحدة واحدة بإذن الله لازم نصل إلى شاطئ السلامة بإذن الله. البناء مش سهل، الهدم سهل، ولكن البناء أصعب. شكرا الفنان لطفي بوشناق لتلبيتك الدعوة وإلى فرصة قديمة. ربي إن شاء الله يعمر هالبلاد، وربي إن شاء الله يبعد عليها الشر، إن شاء الله ربي يحميها، وربي إن شاء الله يحرسها. وفقنا ووفقكم الله جميعا. أخي الغالي منصف، أهلا وسهلا بك. أهلا سيدي. تعدى العمر كل غمضة في بحر خضة بخضة. Yeah.